السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معكم في قناتكم جودة عودة، وإن شاء الله النهاردة يسعدني أن أنا أقدم لكم يونت 3 lessons 1 and 2. يونت 3 الوحدة الثالثة الجزء الأول منها. عنوان الوحدة بتاعتنا أحبتي هو Festivals and Special Days، مهرجانات وأيام خاصة. Festivals and Special Days. قبل أن نبدأ الدرس أحبتي، أود أن أذكركم اللي لسه ما عملش سبسكرايب أو اشتراك بالقناة يتفضل يدعمنا ويعمل اشتراك بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الأول عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. تعالوا مع بعض نبدأ أول حاجة بالنيو فوكابيولاري. أول فوكاب عندنا أو أول مفردة عندنا activity، نشاط. have a picnic، يقوم بنزهة. papyrus، ورق البردي. spring festivals، أعياد الربيع. Australia، أستراليا. canberra، عاصمة أستراليا، مدينة كانبيرا. بوسنيا، البوسنة. زينيكا، زينيكا، مدينة في البوسنة. sweets، حلوى. فريزا، مبرد. wear، يرتدي. colorful، ملون أو مبهج. the new life، الحياة الجديدة. end، ينهي أو نهاية، يمكن أن تأتي noun in أو verb فعل. fantastic، رائع. spring، الربيع. summer، الصيف. winter، الشتاء. autumn، fall، الخريف. autumn، لاحظ أن ال in هنا silent. month long، ممتد لمدة شهر. main park، المنتزه الرئيسي. توي، لعبة. كان، علبة صفيح. كوت، معطف. without، بدون. all over the world، جميع أنحاء العالم. music، موسيقى. flowers، زهور. pan، وعاء أو حلة. nearly، تقريبا. نستكمل معا الفوكابيولاري بكلمة festival، مهرجان. celebration، احتفال. celebrate، يحتفل. special، خاص. represent، يمثل أو ينوب عن. free، حر أو غير مشغول. hold، held، والتصريف الثالث أيضا held. hold، held، held، يعقد أو ينظم حدث أو احتفال. sign، إشارة أو علامة. نلاحظ هنا أن الجي silent. sign، appear، يظهر. go into، enter، يدخل. شم النسيم، شم النسيم. mother's day، عيد الأم. عيد الفطر، عيد الفطر. have a festival، يقوم باحتفال أو مهرجان. الجزء التالي من درسنا النهاردة هو جزء خاص بالأفعال و conjugations of irregular verbs، تصريفات الأفعال الغير منتظمة. هناخد أول فعل مع بعض. طبعا احنا عارفين التصريف الأول بنشتق منه المصدر أو المضارع، التصريف الثاني نشتق منه الماضي، التصريف الثالث نشتق منه الزمن التام أو الأزمنة المجهولة. ناخد مع بعض أول فعل buy، bought، bought، يشتري. buy، bought، bought. take، took، taken، يأخذ أو يلتقط. take، took، taken. wear، wore، worn، يرتدي. wear، wore، worn. pay، paid، paid، يدفع أموال. pay، paid، paid. catch، caught، caught، يمسك أو يصطاد. catch، caught، caught. grow، grew، growing، ينمو أو يكبر. grow، grew، growing. hold، held، held، يقيم أو يعقد. hold، held، held. do، did، done، يفعل. do، did، done. freeze، froze، frozen، يتجمد. freeze، froze، frozen. give، gave، given، يعطي. give، gave، given. ننتقل للجزء التالي من درسنا النهاردة، وهو عن الـ confusing words، الكلمات المحيرة، وهي كلمات بينها إما تشابه في الصوت أو تشابه في المعنى. أول كلمة عندنا
represent يدل على، وهي كلمة present هدية أو يقدم. on the way على الطريق، in a way بطريقه، on the way، in a way. pan وعاء، ban يمنع أو يحرم. across عبر، cross يعبر. الجزء التالي هو جزء خاص ب prepositions and expressions، حروف الجر والتعبيرات. ده جزء مهم جدا يا شباب، لانه هو ده اللي بيجي منه التركات بتاعت الاختبارات. in different ways بطرق باساليب مختلفة. in different ways. was first held اقيم لاول مرة. was first held. a day with lots of activities يوم حافل بالانشطة. a day with lots of activities. for free بالمجان. for free. assign for علامة لي. assign for. have a picnic يقوم بنزهة. have a picnic. go on a picnic يقوم بنزهة. go on a picnic. have a festival of يقيم مهرجان. have a festival of. across the country بجميع أنحاء الدولة. across the country. a month long festival مهرجان مدته شهر. a month long festival. celebrate a mother's day يحتفل بعيد الأم. celebrate a mother's day. on an important day في يوم هام. on an important day. hundreds of مئات من. hundreds of. cook for breakfast يطهو للإفطار. cook for breakfast. have to plus الانفينيتيف اللي هو المصدر، يجب أن. have to. appear on يظهر على. appear on. at the flower festival في مهرجان الزهور. at the flower festival. start of بداية لي. start of. ننتقل إلى الجزء التالي من درسنا، وهو جزء خاص ب language notes أو ملاحظات لغوية. أول ملحوظة عندنا هي كلمات hundred مئة و thousand ألف و million مليون. هذه الكلمات لا تجمع هذه الأرقام إذا جاء قبلها عدد، يعني لو جاء قبلها عدد لا تجمع، ما ينفعش نحط لها اس. ناخد مثال: you can see 2 million flowers in the park. 2 million، فعش أقول 2 millions. اوكي، هنا قلت 2 million. طيب my blouse is 300 pounds، يعني البلوزة بتاعتي تمنها 300 جنيه. 300، منفعش أقول 300s. اوكي، وكذلك مليون برضو، يبقى المليون والثاوزند والهندرد ما ينفعش ينحط لهم اس الجمع لو جه قبلهم اي رقم. اما لو انا حبيت ان انا اقول المئات بدون تحديد عدد ليها، او الالاف بدون تحديد عدد ليها، او الملايين مثلا بدون تحديد عدد ليها، يبقى ممكن احط لها اس الجمع. زي المثال: in the festival hundreds of eggs are cooked in a big pan. هنا كلمة hundreds of eggs مئات من البيض، بس ما حددتش الرقم بتاع المئات ده كام، عشان كده قال hundreds of eggs، يعني المئات من البيض تطهى في إناء كبير. طيب عندنا كلمة special بمعنى خاص أو مميز أو ذو طابع خاص. special زي ما بنقول في المثال: spring الربيع is a very special time، هو وقت خاص of the year. أما كلمة private فهو خاص، وهو خاص بشخص معين، ملك لشخص معين، private. زي لما أقول this is our car it's private، إنها خاصة، خاصة بينا إحنا، سيارة خاصة بينا private. ممكن أقول برضو private صوب الصابونة الخاصة بيا، أو private toothbrush الفرشاة الخاصة بيا، وهكذا. public اللي هي عام أو ملك الجميع. public. all people can use public transport، كل الناس تقدر تستخدم المواصلات العامة. public transport. وممكن أقول public library معناها مكتبة عامة. آه
في عندنا جزئية فيستيفال بمعنى مهرجان، وكلمة فيستيفال مهرجان تقام في ذكرى حدث هام وله طقوس خاصة، زي المثال People have a festival of eggs in spring، الناس تحتفل أو تقيم مهرجان في عيد الربيع، مهرجان من البيض في عيد الربيع. أما celebration فمعناها احتفال، وهو ما يتم من مظاهر فرحة وسرور، زي المثال He held a celebration for his success، هو أقام احتفال بمناسبة نجاحه. success معناها النجاح. أما كلمة feast فهي بمعنى عيد أو مناسبة دينية، feast. طب تعالوا ناخد مثال، الأضحى is a Muslim feast، الأضحى is a Muslim feast، الأضحى عيد الأضحى هو عيد مسلمين أو عيد خاص بالمسلمين. أوكي. أما كلمة day فممكن أن تأتي بمعنى يوم، أو ممكن أن تأتي بمعنى عيد لمناسبات مختلفة، زي Mother's Day مثلا. هنا في المثال بيقول لي We celebrate Mother's Day on 21st March، نحن نحتفل بعيد الأم. هنا كلمة day بمعنى عيد، عيد الأم في 21 من مارس. برضو عندنا هنا حرف الجر on، وهو يأتي بمعنى في يوم، ويأتي قبل اليوم المحدد أو التاريخ. ناخد أمثلة on Sunday في يوم الأحد، جه قبل كلمة Sunday وهي يوم من أيام الأسبوع. on Mondays في أيام الاثنين، في كل يوم اثنين. on Christmas Day في يوم الكريسماس اللي هو رأس السنة. on 25 December 2010 يعني في يوم 25 ديسمبر 2010، هنا جاي علشان في يوم محدد في الشهر. أما كلمة إن فتأتي قبل الفصول وقبل الشهر وقبل السنة وقبل القرن. ناخد مثال إن ماي في مايو، جاءت قبل شهر مايو. إن سمر في الصيف، جاءت قبل سيزون من السيزونز الفصول. إن 1990 جاءت قبل سنة 1990. إن ذا 15th century في القرن الخامس عشر، 15th century. أما كلمة at فتأتي قبل الساعات والأوقات الدقيقة، زي at 3 o'clock، at 10:30 a.m. في الساعة 10:30 صباحا، at noon في فترة الظهيرة، at bedtime في فترة النوم، at sunrise في فترة شروق الشمس، at sunrise. طبعا ممكن أقول برضو at midday في منتصف النهار، وآت ميد نايت في منتصف الليل. بعد كده أحبتي عندنا درس هام عن الجرامر في درس النهاردة إن شاء الله، درس خاص بالجرامر، والجرامر بتاعنا النهاردة هو عن the present simple أو the present and past simple passive tense، وهو زمن المضارع والماضي البسيط بس في الزمن المجهول. يبقى زمن المضارع المبني للمجهول والماضي المبني للمجهول. إن شاء الله أحبتي هتلاقوا رابط شرح هذا الجرامر موجود أسفل الفيديو، ياريت إن شاء الله تتابعوا الفيديو، وهتلاقوا في أسئلة في آخر الفيديو في آخر شرح الجرامر، في أسئلة إن شاء الله تعجبكم، أسئلة جميلة جدا لتقيس مدى فهمك للمبني للمجهول في المضارع البسيط والمبني للمجهول في الماضي البسيط. ولو في اي كومنتس عندكم يا ريت تسيبوها لي في التعليقات اسفل الفيديو. وبكده نكون خلصنا من فيديو النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. يا ريت سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو، وحتى القاكم في الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.